المغرب ثلاث والعشاء ثنتين بأذان وإقامة، كل واحد إقامة، بأذان واحد وإقامتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويلبي في الطريق، فإذا فرغ من الصلاة استراح، إن كان بيتناول طعام عشاء ولا يستريح ينام ويوتر في أول الليل أو في آخر، لأن يعني الوتر كان عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع السنة يوتر ويتهجد عليه الصلاة والسلام. قول جابر بعض الروايات أنه طلع حتى أصبح ما يدل على أن صرف الوتر، بل سنة الوتر عليه الصلاة والسلام في جميع الزمان، فلعله وتر، وجاء بل من يشهد لأن كل يستريح في النوم للعدل الزنة يستريح الناس وينامون، كل يأخذ مضجعه يستريح، فلعله من يراه حين أقام أو ترك هذا لأنه مو معلوم تهجم بالليل والإيثار بالليل معلوم. فإذا أصبح صلى الفجر الرجل مع الناس ومرأة في محلها، ويصلوا الفجر بأذان وإقامة في أول الصبح، فإذا صلوا الصبح اشتغلوا بذكر الله في مزدلفة، اشتغلوا بذكر الله والتسبيح والتهليل والدعاء إلى الإشراق كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بمزدلفة واشتغل بذكر الله حتى أسفر، فلما أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس. هذا السنة، الحجاج يبقون في مزدلفة يذكرون الله ويسبحون ويدعون ويرفعون أيديهم بالدعاء ويلبون حتى ينطر النوم، حتى يتسع النوم ويسفروا، فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى مزدلفة إلى منى بالتدبية قبل طلوع الشمس تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز للضعفاء أن يصلي في أثناء الليل في النصف الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء من الكبار والنساء والصبيان أن ينصرفوا في النصف الأخير بعدما غاب القمر، هذا هو الأخر، حتى ينصرفوا قبل الزحمة، قبل زحمة الناس، فإذا صرف النساء والكبار ومن معهم والصبيان انصرفوا في النصف الأخير إلى منى فلا بأس، وإذا وصلوا إلى منى يرمون جمرة إن شاءوا، وإن أخروها إلى الصحراء فلا بأس، وإن رموها قبل زحمة الناس أفضل، ومن ذهب إلى مكة ليطوف فلا بأس. أما الأقوياء فالأفضل والسنة لهم أن بقى في مزدلفة حتى صلاة الفجر، فإذا صلوا الفجر في إعلان وإقامة مع سنتها جلسوا في مزدلفة للذكر والدعاء حتى يسفروا، فإذا أسفروا انصرفوا إلى منى بالتلبية، فإذا وصلوا إلى منى رموا الجمرة قطعوا التلبية انتهت التلبية، كل واحد يرمي جمرة العقبة التي تلي مكة يسميها صياح يكبر مع كل حصى، هذا يوم العيد يكبر مع كل حصى الله أكبر يرمي، فإذا رماها انصرف إلى منزله لذبح هديه وحلق رأسه، يذبح هديه كما هديه ينحر يحلق رأسه الرجل والحق أفضل، وإن قصر فلا بأس لكن الحق أفضل، فالرسول دعا المحلقين ثلاثا بالمغفرة والرحمة والمقصر واحدا عليه الصلاة والسلام، فالحلق أفضل للرجل، والمرأة يكفيها التقصير من أطراف الشعر، ثم بعد هذا الأفضل يطوف يذهب إلى مكة للطواف، وإذا رمى جمره وحلق حل التحل الأول، إذا رمى جمره وحلق رأسه أو قصر وقصرات المرأة حصل التحل الأول، يلبس المخيط يطيب لا بأس، ثم الطواف بعدها يذهب إلى مكة للطواف، طواف الحج طواف الإفاضة، ويسعى المتمتع على السعي الثاني لحجه، السعي الأول لعمرته وهذا السعي لحجه، فإذا طاف وسعى تم الأمر، حل له التحل الأول التحل كله، يعني حل التحل كامل، يلبس المخيط ويأتي النساء حل كامل، ولا يبقى عليه إلا رمي جمار الحادي عشر والثاني عشر والمبيت في منى ليلة 11 وليلة 12، يبيت في منى الحجاج ليلة 11 وليلة 12، ويوم الجمرة يوم 11 بعد الزوال، واليوم 12 بعد الزوال، في جمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات،
الجمرات الدنيا التي تمسي بخليه سبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم الوسطى بسبع حصيات ثم الأخيرة التي رماها يوم العيد يرميها هي الأخيرة جمرات العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة هذا في السنة يوم الحادي عشر وإن رمى اليوم يوم الحادي عشر الجمرة الأولى جعلها عن يساره تقدم ووقف عندها رفع يديه يدعو ما يسر الله له ثم بعد الدعاء يذهب إلى الجمرة الوسطى مكبرا فإذا أتى الجمرة الوسطى رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يجعلها عن يمينه يخلع عن الشمال ويقف يدعو ويرفع يديه ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو طويلا ثم يذهب الى الجمره الاخيره جمره العقبه ويرميها بسبع حصيات يكمل مع كل حصاه ولا يقع عندها والحصى صغير من الحصى الصغار مثل بعض الغنم تقريبا حصى ليس بكبير يلقطه من منى او من مزدلفه ثم يبقى في منى ليله 11 او 12 فينهار هدية في منى اللي معه يوم العيد او يوم الحادي عشر او الثاني عشر او الثالث عشر كلها ايام ذبح واللي ما عنده هدي وهم محرم بهج مفرد عليه واللي ما عنده هدي من المتمتعين والقادرين عليه الصوم عجز عن الهدي يصوم ثلاثه ايام في الحج قبل عرفه وان صامها ايام منى ايام الثلاثه ايام التشريق فلا باس هذا صوم خاص لمن عجز عن الهدي يصوم ثلاثة أيام التشريع وإن صامها قبل عرفة فهو أولى الله أما بقية الناس لا يصومها أيام التشريع ما تصوم لا في مكة ولا في العيد لا في الحج ولا في غيره أيام التشريق مع يوم العيد أيام وافر وشهر وأيام البشر ما فيها صيام إلا لمن عجز عن الهدي التمتع والقرآن له أن يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم يصوم سبعة في بلاده الجميع عشرة أيام إذا عجز عن الهدي يصوم عشرة أيام ثلاثة في مكة أيام الحج قبل عرفة أو في أيام التشريق وسبعة في الأحلام وعرفتم أنه إذا رمى وحلق أو قصر حلت حل أول يلبس المخيط يطيب يقص الأظهار يقص الأبس ونرى كذلك إذا رمت الجمرة قصرت حلت الحل الأول تطيب لا بأس تقص أظهارها لا بأس تلبس الخالية في يديها تلبس النقاب لا بأس خلت الحل الأول فإذا طاف طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده وسعى إن كان على سعي حصل التحل كله كامل من النساء وغير النساء أما إذا كان إنسان مفرد أو قارب ما حل قبل الحج حرم الحج عمره وبقي على إحرامه أو حاج مفرد بقي على إحرامه هذا إذا كان سعى مع الله القدوم ما عليه سعي ثاني إذا كان قد سعى مع الله القدوم ليس عليه سعي ثاني يكفي الطواف وأعماله مثل أعمال المتمتع في كل شيء في الرمي في الحلق والتقصير وبغير ذلك مثل أعمال المتمتع إلا أن ليس عليه سعي ثاني إذا كان سعى مع الله القدوم كما عليه سعي ثاني إذا كان مفرد أو غالب الحج والعمره ولم يتحلل قال الحج ما بقي على إحرامه يكفي سعيه واحد ولكن الأفضل التمتع يكون يطوف ويسعى وقصر الحل قال الحج يبقى حلالا يتعاطى الطيب ويستمتع النساء حتى يحرم الحج مثلا هذا هو الأفضل لأن الرسول أمر أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام فإذا فرغ من الرمي يوم الثاني عشر من الزمار له التعجل إلى مكة حتى يطوفه الوجع لكن قد طافه الإفاضة وإن بقي في منى حتى يرمي يوم الثالث عشر فهو أفضل يرمي يبقى في منى حتى يرمي بعد السواف في يوم الثالث عشر هذا هو أكمل وأفضل يبيت ليلة الثالث عشر له هذا هو أفضل وإن تعجل في يوم الثاني عشر فلا حرج بعد الرمي بعد السواف يتعجل إلى مكة فإن شاء طافه الوجع وسافر وإن شاء بقي في مكة ما يشاء من أيام فإذا عزم على السفر طاف طواف الوداع في البيت من دون سعي طواف من دون سعي للوداع
إذا كان قد طاف طواف الحج وسعى في يوم العيد أو بعده. وإذا قدم بعض الإنساك على بعض يوم العيد فلا بأس يوم العيد، لو أنه ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي لا حرج. لو أن الإنسان ذهب إلى مكة وطاف قبل أن يرمي لا بأس، أو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي لا حرج، لكن الأفضل أن يرمي أول يوم العقبة يومه، ثم ينحر هديا كما هدي، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل للرجل، ثم يطوف طوف الأخير ويسعى، هذا هو السنة. لكن من قدم بعضها على بعض فلا حرج، لو طاف قبل أن يرمي لو حلق قبل أن يرمي فلا حرج عليه. النبي سئل عن هذا فقد لا حرج لا حرج عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والوصية مرة أخرى، الوصية أيها الإخوة تقوى الله والاستقامة على دين الله والعناية بالصلاة في أوقاتها والمحافظة عليها في الجماعة فيها ركن الإسلام وعمود الإسلام الأعظم بعد السابقين. فالوصية لجميع إخواني وأخواتي في الله، الوصية الصلاة والمحافظة عليها والعناية بها والطمأنينة والخشوع والتواصي بها مع الأولاد والأهل، كل واحد يقوم على أهله وعلى أولاده حتى يستقيموا على الصلاة، حتى يستقيموا على دين الله ويعبدوا الإسلام. فأوصيكم ونفسي بذلك العناية، كل واحد يقتني بأهله بأولاده ذكورهم وإناثهم حتى يؤدوا الصلاة حتى يحافظوا عليها، يمر بها الصبي لسبع ويضرب عليها لعشر حتى يعتادها. وهكذا الصيام، يعلم الصيام، يمر بالصيام رمضان إذا أطاقه، واليتيم يؤدي زكاة ماله وليه وكيله، يؤدي زكاة ماله إذا كان يتيم عنده يتيم وعنده مال على وليه يؤدي زكاة ماله. والواجب على الجميع التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى في جميع الأشياء، في السفر والحضر، في الشدة والرخاء، في جميع الأحوال، كما قال ربنا وتعاونوا على البر والتقوى. وقال سبحانه والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه صفة الرابحين، هذه أخلاق الرابحين المؤمنين، إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح وهو أداء فرائض الله وترك محارم الله، ثم التواصي التعاون التناصح بين المسلمين بالصبر وبالحق. هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنون والمؤمنات يعبدون الله وحده ويطيعونه وينفذون أوامره وينكرون عن نواهيه عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم وتعاون على البر والتقوى، وعن تآمر بالمعروف وعن تناهي عن المنكر وعن تواصي بالحق وعن تواصي بالصبر. طلب الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من أسلم. شكر الله لكم وأثابكم على هذا البيان. ها هنا جمع من الأسئلة وجلها مصدر بعبارة إني أحبكم في الله وأشهد الله على ذلك. يقول السائل: رجل حالته المادية ميسورة ومات والده ولم يحج حجة الإسلام، فهل يلزم ولده الحج عن أبيه؟ وإذا لم يحج أو يحجج عنه فهل يعد هذا من العقوق؟ بسم الله والحمد لله. أما الجواب عن حب الله فنقول لكل من قال ذلك: أحبك الله الذي أحبك جلاله. والتحاب في الله من أهم الواجبات ومن أفضل العبادات. يقول الله جل وعلا: وجبت محبة المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاولين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عباد الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع على المتفرع عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تلام شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فأعطيناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أيا متحابون بجلالي اليوم أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال زار رجل أهله في الله في بعض الجهاد فأرسل الله على طريقه ملكا يعني في صورة إنسان فلما مر عليه سأله قال أين تريد؟ قال أريد فلانا. قال هل لك من نعمة ربه عليه؟ قال لا إلا أني أحبه بالله. قال إني رسول الله إليك أن الله يحبك ما أحببته. فالتحاب بالله من أفضل القربات. أما السؤال عن من بات ولم يحج إن كان قادر حين مات مستطيع فالواجب إخراج الحج من تركته. فكان مات مستطيع يجب إخراج الحج من تركته. أما إن كان فقير معلش. وإذا حج ابنه عنه أو أخوه أو زوجته أو أحد وقاله جزاه الله طيب من حج عنه فجزاه الله خيرا. ولكن لا يلزمه الحج إذا كان فقير ما عنده شيء حين مات. نعم. أحسن الله إليك. إذا لم يحج الابن يكون من الحقوق يقول ليس من الحقوق لأنه لا من الحج ما عليه حج إذا مات هو فقير ما عليه حج ولو ما حج عن ولده ما هو من الحقوق ليس بواجب لكن من حج عن أبيه أو عن أمه فقد فعل معروفا وخيرا وبرا. أحسن الله إليكم. هناك ظاهرة عند بعض طلاب العلم وهي أنهم إذا تتبعوا سيرة عالم ورأوا أنه لم يحج حجوا عنه فكيف يكون فعل هؤلاء؟ لا أعلم له أصل أقول لا أعلم له أصل ولم يبلغ الآن أحد من السلف أنه فعل هذا ولا أعلم له أصل لكن إذا علم أن أحد من إخوانه ما حج حج لا بأس لكن تتبع والسؤال عما لم يحج حتى يحج عنه لا أعرف له أصل. أحسن الله إليكم. يقول السائل وقعت على زوجتي بعد أداء العمرة وبعد الوقاع تذكرت زوجتي أنها لم تقصر من شعرها فماذا في ذلك؟ ليس عليك ما دام ناسي ليس عليك. نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. شكر الله لكم. يقول السائل ما حكم تقبيل جدران الكعبة؟ بدعة هذا بدعة التقبيل الحجر الأسود فقط تقبيل جدران الكعبة بدعة لا أصل له وإنما التقبيل الحجر الأسود خاصة عند الطواف. نعم. أحسن الله إليكم. هل يصح ما ورد من أن رؤية الكعبة عبادة؟ ورد في الحديث لا أعلمها يحتاج إلى نظر يحتاج إلى نظر وعناية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من شروط الحج الإسلام فإذا حج الإنسان وعنده بعض الشركيات كالحلف بغير الله أو الذبح لغير الله ثم تاب منها هل يلزمه إعادة الحج؟ نعم إذا حجه وهو مشرك يلزمه أن يعيد الحج إذا كان الشرك أكبر لأن المشرك حبط عنه قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا حجه مشرك يذبح لغير الله أو يعبد غيره بالدعاء والاستعاذة فعله حاجه فعليه يعيد الحج. أما الشرك الأصغر يحلف بغير الله وبالنبي أو ما شاء الله شاء فلان ولا الله فلان هذا لا يمنع الحج حجه صحيح وعليه التوبة إلى الله. أما الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله أو سب الله أو سب الرسول أو ترك الصلاة هذا يعيد الحج. أحسن الله إليكم. إذا أراد شخص أن يحج وكان لديه مال ولكن والده لا يريد أن يحج علما بأن هذه الحجة هي حجة الإسلام لهذا الابن فهل يحج أو يسمع كلام أبيه؟ الواجب عليه أن يحج وليس له طاعة أبيه في هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة للمعروف ما طاعة المخلوق في مقصد الخالق. فإذا كان الابن عنده ذو قدرة وجب عليه حج ولو أباه يقول يا أبتي هذا ما جاء واجب علي في كاتب بالذي أحسن الكلام الطيب يقول يا والدي أرجو السماح لأن هذا أمر واجب علي وعليك عليك أن تعينني لا تمنعني. الله يقول ولله يا نحج البيت من استطاع إلى سبيله. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ذكر منها حج البيت مع الاستطاعة. ويخاطب والده بالكلام الطيب والأسلوب الحسن فإن أصر والده فله عليه يحج ولو أصر لأن حق الله مقدم على حق الأب وعلى حق غيره حق الله مقدم.
أحسن الله إليكم، حاج متمتع اعتمر ثم تحلل وعاد إلى بلده الرياض، وحين أراد الإحرام للحج حالت دون ذلك موانع، فماذا عليه؟ يقول: حاج نوى التمتع اعتمر ثم تحلل، لكنه رجع إلى بلدته الرياض والذي منعه من ذلك موانع، فماذا عليه؟ الحمد لله، انت يسر الحج حج ولا مو لازم؟ الحج ما يلزم الا بالشروع فيه، هو ما شرع انما عد الامر فقط، انت يسر له الحج حج والا فلا. هذا اذا كان حج الفريضه، فاذا كان ما حج الفريضه يلزمه ان يحج الفريضه. نعم. احسن الله اليكم، لي جده ارضعتني سنتين وهي الان مقعده لا تستطيع الحج مع انها حجت حجه الاسلام، واريد ان اجازيها عن ارضاعها اياي، فهل احج عنها نفلا؟ هذا جزاك الله خير، وإن كانت بحاجة المال تنفق عليها وتساعدها، كل هذا خير، وإذا كانت محتاجة المال فالنفق عليها أولى من الحج عنها، وإن كانت محتاجة وحججت عنها جزاك الله خير. أحسن الله إليكم، إنسان بات خارج منى في أحد أيام التشريق ظنا منه أنه داخل فيها، فماذا عليه؟ إنسان بات خارج منى في أحد أيام التشريق ظنا منه أنه داخل فيها، فماذا عليه؟ إن صدق بشيء هو أحوط، لأنه مقصر متساهل، لو اجتهاد الأعراب إن صدق بشيء أو ذبح ذبيحة فهذا من باب الاحتياط حسن. أحسن الله إليكم، رجل أتى إلى مزدلفة قادما من عرفات ولم يصلي إلا بعد طلوع الشمس لشدة الزحام، فهل صلاته صحيحة؟ هذا قضاء، الواجب عليه يصلي في الطريق، يصلي حامي يصلي المغرب والعشاء في الطريق، ولا مرة مزدلفة، ولا يجوز تأخير، إذا خاف أن يأتي نصف الليل وهو لم يصل صلى قبل نصف الليل في الطريق، ولو في السيارة إذا عجز ينزل، ولو في السيارة، وهكذا الفجر أو أدركه الفجر صلى في الطريق أيضا. نعم. أحسن الله إليكم، امرأة توفي عنها زوجها وهي في العدة، هل يجوز لها الحج؟ ليس لها تحج حتى تنتهي من العدة، عليها أن تبقى في بيتها حتى تكمل عدة الوفاة، وليس لها تحج وهي في العدة. نخرج عن موضوع الحج قليلا، يقول السائل: والدتي تبلغ من العمر 75 سنة وتعاني من عدة أمراض منها صعوبة المشي والحركة نتيجة لجلطة سابقة، ويشق عليها الوضوء لكل صلاة، فهل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين؟ والدتي تبلغ من العمر 75 سنة وتعاني من عدة أمراض كصعوبة في المشي والحركة لجلطة سابقة، ويشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة، فهل يجوز لها الجمع بين الصلوات التي تجمع؟ نعم نعم، شفاها الله والمسلمين، لها أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكل مريض هكذا، وهكذا العاجز كبير سن يجمع. نعم. أحسن الله إليكم، حججت أنا وجدتي قبل 12 سنة وكانت جدتي إذ ذاك تلبس البرقع، فهل علينا اليوم شيء؟ إذا كانت جاهلة ليس عليها شيء، ناجي جهل، أما كانت تعلم ولكن تساهلت فعليك أن تطعم عنها 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو تذبح شاة عنها في مكان الفقراء، أما إذا كانت جاهلة ما عليها. شكر الله لكم. فضيلة الشيخ، امرأة ليس عندها مورد مادي ولها أولاد يعملون، فهل تأخذ من أولادها لتحج أم يسقط عنها الفرض؟ لا يلزمها الفرض، يعني عاجزة كما تستطيع لما لأولادها لا يلزمها الحج، لكن إذا أعطوها وحجت هذا طيب حسن، وإلا فلا يلزمها إلا إذا كانت مستطيعة بمالها، لا بمال أولادها ولا بمال زوجها ولا بمال أبيها، الاستطاعة بمال الإنسان نفسه، الزوج لا يلزمه يحج زوجته، والوالد لا يلزمه يحج أولاده، وهكذا كل إنسان مخاطب بنفسه، من استطاع ليس بها، فإذا كان الولد ما يستطيع لا حج عليه،
ولو كان أبوه غنيا، وهكذا الزوجة ليس عليها حج ولو كان زوجها غنيا إلا إذا هداه الله وحججه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يكفي في التحلل الأول الرمي فقط دون فعل